نظمت أكاديمية الشرطة ورشة عمل بعنوان استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود، وذلك بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز أطر التعاون بين دول الجوار في مجال تنظيم حركة المسافرين والبضائع وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزز التنقل الآمن بين الدول ويسهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية. نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعلى مدار 3 أيام، ورشة عمل بعنوان استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود، بحضور 35 مشاركا من 7 دول عربية من بينها مصر و17 خبيرا ومتخصصا من المنظمات الدولية المعنية. استهدفت الورشة تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الأوبئة والنقل الجوي، وتعزيز الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات مراقبة الحدود باستخدام القياسات الحيوية. IOM has a very long-standing and close partnership and collaboration with the government of Egypt, in particular, of course, relevant to this platform. It's the collaboration with Ministry of Interior, but counter-trafficking, border management, socio-economic development, diaspora engagement. I think it's one of the key elements to put forward is the leadership position that Egypt has in ensuring that we have secure borders. But in doing so, it is both an equilibrium between security on one side and ensuring that you focus on the people that should not be crossing the border, as well as facilitation on the other, which is to ensure that people that should be crossing the borders do so in the most regular manner possibly. This workshop organized at the Police Academy of Egypt is a very important occasion to foster the cooperation among the countries in the region on the specific topics of the use of technologies to counter terrorism. وشهدت فعاليات الورشة وعلى مدار جلسات عدة مناقشات ثرية تبلورت في توصيات محددة في ختام فعاليتها، في مقدمتها التوسع في تفعيل التدابير العملية لتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتطوير الاستراتيجيات والآليات ذات الصلة لتأمين المنافذ والموانئ وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع دول الجوار. خرجت حقيقة أعمال هذه الورشة بعدد من التوصيات والاستنتاجات، والتي نأمل أن تكون رافدة من روافد المهمة لجميع الأجهزة العربية الأمنية والاستفادة منها، وبإذن الله سيتم تعميم هذه التوصيات لجميع الأجهزة الأمنية العربية وعبر مجلس وزراء الداخلية العربي. وعلى هامش فعاليات ورشة العمل، تم تنظيم زيارة للمشاركين لتفقد مرافق أكاديمية الشرطة ومنشآتها المتنوعة. ما شاهدته في أكاديمية الشرطة المصرية هو صرح شامخ، ويتوفر فيه البنية التحتية الرائعة واللازمة، وهناك مجموعة من التسهيلات والمرافق التي تؤدي إلى تدريب الحقيقة عالي المستوى. وتأتي ورشة العمل في إطار بناء قدرات الدول لتسهيل التنقل البشري الآمن عبر الحدود مع الحفاظ على أمن الحدود، كما تؤكد على ما تملكه مصر من منشآت أمنية تدريبية عالية قادرة على استضافة كافة الفعاليات الدولية وكوادر بشرية ذات جاهزية وقدرة لمواجهة كافة المستجدات. احتضان أكاديمية الشرطة لورشة العمل هذه إنما يؤكد على الريادة المصرية في المجال الأمني والرغبة في تعزيز أطر التعاون بين دول الجوار من أجل تنظيم عبور البضائع والمسافرين وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية لتطبيق المعايير الدولية في هذا الإطار. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.